والان غادي نقارنوا بالبريزنت سيمبل وبريزنت كونتينيوس الاستعمالات ديال هذا والاستعمالات ديال هذا وفوقاش نستعملوه. الهدف من هاد لاكتيفيتي ان نعرف فوقاش الاستاذ مثلا مين يعطيني الفيرب بين قوسين يقول لك كونجوغي لو فيرب ان ذا بريزنت، يعني تعرف واش بريزنت سيمبل ولا بريزنت كونتينيوس. اوكي سو بريزنت سيمبل كنا درنا ديجا في واحد الفيديو قلنا يعني القواعد فوقاش كتستعمل البريزنت سيمبل، بينهم يعني قلنا ان الحاجه اللي فاش تكون فيكس حاجه ثابته ما كتغير ما كتبدل، يعني حاجه دائما كتوقع، ومن بينها الحوايج اللي قاعده يعني ساينتيفيك يونتيفيك يعني علميه او قاعده طبيعيه. اعطانا اكزومبل قاعده طبيعيه مثلا الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، يعني هذه قاعده فيكس ثابته. The sun rises from the east and sets in the west, set, rises and sets، يعني لو فيرب نزيد له الاس لان عندي it the sun. هنا مثلا عندي water boils at 1 degree celsius and 100 degree celsius، so water boils هنا عندي زدت الاس للفيرب لان عندي subject it، conjugate في present لان عندي قاعده scientific. We think you are right، نظن انك على حق. We think نظن، والافعال ديال الستيتيف فيرب يعني بحال هذا النوع ديال الستيتيف فيربس، يعني مثلا تاع العقل وديال الفيلينغز تاع المايند وديال الفيلينغز المشاعر والاحاسيس. So we think you are right، نظن، believe، remember، know، understand، كاع حيت الحوايج اللي عندهم علاقه ولا الفيرب اللي عندهم علاقه بالعقل. نظن انك على حق. I love my mother، الافعال اللي عندها علاقه بالاحاسيس. I love، I hate، I like، I okay. هاد النوع ديال الافعال اللي متعلقه بالاحاسيس، يعني ماشي دابا غادي نبغي I love my mother واحد شويه ما نبغيهاش ولا اخره، ما غاديش واحد الحاجه اللي غتبدل، يعني حاجه ثابته معظم الاحيان. احمد واتشز تي في، احمد السبجكت اللي يعوض هو هي، واتش لو فيرب واتش يتفرج، زدنا له او اس لان هذه حاله خاصه، كملت لي بالسي اش زدت او اس، قلنا خمسه ديال الحالات اللي كملوا بالاود وبالاس اكس سي اش والاس اش وزيد لهم حتى الزد و 1 اس. اوكي هذول كنزيدهم او اس، والحاله اللي كتكمل بالايغريك مسبوقه بحرف بحال ستادي كندير ستاديز اي او اس نحيد الايغريك. سو so, احمد هي سو هي واتشز تي في، علاش درت هنا البريزنت سيمبل ما درتش بريزنت كونتينيوس؟ لان عندي كلمه افري داي، افري داي كتعني لي هابيت عاده، واحد الحاجه اللي كتكرر كل سنويا شهريا يوميا الى اخره. اوكي سو ات سميلز جود، هذا داخل في افعال الحواس، smell، taste، hear. اوكي بحال النوع ديال الفيرب، الفيرب اللي عندهم علاقه بالحواس كما الفيرب ديال العقل وديال الاحاسيس، حتى هما كيمشي اغلبيه عليهم present simple. كنقدر نلقى حالات يعني استثنائيه يكون مثلا الكاتب قصد بها شي حاجه، ولكن القاعده جنرال ان الافعال الاحاسيس والعقل والحواس بحال هذا النوع ما كتركب لهمش الاهانه، جي كيمشيو بريزنت سيمبل. It smells good، رائحتها جميله. The flower for example. You always walk to school or you always work to walk to work. You always walk to work، انت دائما تمشي، ما كتركبش يعني كتمشي رجلين، تو ورك الى العمل. الفيرب ورك يعني كتبناها عادي لان عندي يو اي يو ذا بلس فيرب وهي وشو ات بلس فيرب بلس اس او اي اس او اي اس. سو يو اولويز ورك 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 ال almost silent to work. ياك هنا لو فيرب درتو بريزنت، علاش؟ لان عندي واحد الكلمه تما في الجمله هي اللي خلاتني ندير البريزنت simple، والتي هي كلمة adverb of frequency اللي هي always. قلنا مع adverbs of frequency اللي هما always، usually، often، sometimes، rarely، never إلى آخره، هاد النوع ديال adverbs of frequency اللي كيدلوا لي العادة تكرار frequency لا frequency تردد شحال تكررت واحد لاكسيون من مرة، فهنايا غادي من القوم غادي نستعمل present simple. okay let's go to our lesson today. درسنا اليوم كان على present continuous. الحالة اللي غادي نستعمل فيها present continuous هي الحالة اللي كان نشب فيها في لاكسيون راه كتوقع لي الآن. كي غادي نعرف بلي لاكسيون راه كتوقع لي الآن، كاين واحد الحالات ولا الاكسبريشنز اللي كيبينوا لي بلي أنا present راه واقع ولا لاكسيون راه توقع في present ولكن وخدات مدة طويلة. بين هاد الحوايج verbs
ان ولا اكسبريشنز ان تو فيربس لوك ولسن. فاش كتقول لشي واحد سمع ولا شوف شوف ولا سمع سمع سمع، يعني راك كتقولها له في بريزنت حاليا، اوكي ما راكش كتقولها له في الباسي ولا ما راكش تقولها له في الفيتور. اوكي فاش تقول شي واحد شوف 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 راهم يدابزوا، اوكي اور لوك ووتر از بويلين. هنا في هذه الحاله ووتر از بويلين، هنايا فاش درنا ووتر بويلز ات 100 ديغريز سيلسيوس، هنايا في هذه الحاله قلنا قاعده ساينتيفيك يعني غادي نستعملها بريزون سامبل، ولكن في هذه الحاله لوك ووتر از بويلين راني درت له الماء على النار وراه كيغلي، ونقولك شوف 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 الماء راه يغلي، يعني طفي البوطه ولا نمشي نعمر واحد الكاساتين. اوكي سو لوك ووتر از بويلين، في هذه الحاله مادام عندي لوك بينت لي بلي لا اكسيون راه كتوقع الان، ووتر قلنا تساوي ات. اوكي في هذه الحاله غادي ندير فيرب تو بي زائد فيرب زائد اي ان جي. اوكي لوك ووتر از بويلين listen the same thing اسمع اسمع اوكي راني نسمع الدق. فور اكزامبل someone is knocking on the door someone is knocking on the door like this. اوكي شي وحده كتدق على الباب. listen the birds the birds the bird هو الطائر، ولكن هنايا محيت عندي بالاس يعني جامع، مادام جامع يعني الضمير اللي يعوضوا لي هو they، مادام they يعني غادي نستعمل معها verb to be or so they are plus verb plus ing. ودائما من نجاوب نتاكد باللي راني داير ثلاثه د الحوايج تما، الا لقيت راسك منقص شي حاجه عارف بلا كدرت واحد الاختراع ما كانش في لونغلي. اوكي سو خلينا ثلاثه د هذا لي مورسو بدون اختراعات الله يحفظكم. سو از فيرب تو بي بلس فيرب بلس ing سو ذيس از ذا رول. اي ام ستيل ويتين، شي واحد يصوني لك يقول لك فين راك واش راك دير، راني عاد كنستنى. فور اكزامبل فور الدكتور اي ام ستيل ويتين فور ذا دكتور، واش دخلت واش شفت شافك الطبيب ما شافش. اوكي غتقول اي ام ستيل، فاش الحاجه اللي بينت لي في هاد الجمله باللي خصني نستعمل بريزنت كونتينيوس هي ستيل، لازلت مازال يعني لاكسيون راه توقع ومازال راها مستمره، يعني مادام عندي اي غادي نستعمل ام ها واحد فيرب ويت يعني ينتظر والاي ان جي ها ثلاثه والحاجه اللي الاكسبرسيون اللي بينت لي هي ستيل. نكملوا لي موراها. عادل از وركين رايت ناو، عادل تساوي هي the name of my brother I love you my brother I love you so much. عادل is verb to be اللي يجي معاه هي is verb work ing. اوكي واحد جوج ثلاثة راني مخير دابا راه عندي الجواب صحيح، والحاجة اللي بينات لي انني نستعمل البريزنت كونتينيوس في هذه الجملة هي right now، نقدر نلقى غير now ونقدر نلقى right now. اوكي right now يعني الان، عادل is working right now، عادل راه يخدم في الوقت الحالي الان. you are عندي you غادي ندير are plus verb plus ing. you are singing، حاجة اللي خلاتني ندير present continuous ماشي present simple هي at the moment يعني في الوقت، في هذا الوقت at the present time في الوقت الحالي، يعني عندكم نفس at the moment or at this moment at the present time. okay so نتمنى ان يعني الفكره تكون وصلت ويعني الشرح يكون مبسط وسهل. عندي البريزنت كونتينيوس فيه ثلاثه ديال الحوايج فيرب تو بي زائد فيرب زائد اي ان جي، ولا نقول فيرب تو بي بلس فينغ. اوكي كما كتبناها في القاعده، والحوايج اللي بينوا لي بلي انا الجمله فيها اكسيون طويله وراها كتوقع الان واللي خصني نستعمل البريزنت كونتينيوس هي واحد الفعلين اللي هما انظر او اسمع، من تلقى في الجمله ستيل right now or just now، الأغلبية تلقى غير now right now or now at the moment at this moment at the present time. okay أي واحد أي expression اللي كتبين لك باللي لاكسيون راه كتوقع الان. واحد الملاحظه بسيطه، البريزنت كونتينيوس نقدر نستعملو حتى لي زاكسيون يعني اللي كنبغي نقصد بهم الفيوتشر، الفيوتشر القريب. وات ار يو دوين ذيس اور تو نايت، وات ار يو دوين تو نايت، واش غدير هاد الليله. اي ام واتشين ا فيلم اور اي ام
I'm going to a restaurant or I am having lunch outside إلى آخره. يعني استعملت present continuous ولكن راني نقصد به future, future القريب, المستقبل القريب. ولكن for beginners احنا لحد الآن غير في present simple, خلونا في present simple, شدوا لي غير هاد القاعدة راكم خيرين. So I hope it's clear how the present simple قاعدة ثابتة, how the present continuous حاجة كتوقع الآن, وكاين واحد الحاجة اللي في الجملة اللي كتبين لي بلي الاكسيون راها كتوقع الآن. look listen still right now at the moment at the present time. okay, هادو هما الحوايج اللي يقدروا يبينوا لي ان الاكسيون راها كتوقع الآن. نتمنى ان الفيديو كان كلير وتكونوا فهمتوا, والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.